بعدما أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار خليها تصدي لتشجيع الجزائريين على مقاطعة شراء السيارات المركبة في الجزائر، وهي الحملة التي تجاوب معها المواطنون. Oui, je suis pour laisser les voitures en plan parce qu'ils sont devenus trop chers pour les Algériens en ce moment. الحقيقة الشعب كومبلي راه معاه، ماشي أنا برك. ما الحاجة الأولى ما نجحتش هذه الطوموبيلات، ما نجحوش. الحاجة الأولى البري طالع بزاف. راني معاها، راني معاها. اللي بري تاع لي فوتور هادو ماشي ريزونابل، بزاف غاليين. واتسعت رقعة المقاطعة لتشمل نوابا من البرلمان مؤيدين لهذه الحملة. احنا بحاجة إلى هذه السلوكات المواطنية، يعني بمعنى أنه نتفق كمجتمع مدني في الدفاع على حقوقنا في حماية المستهلك. في تصوري أي مبادرة من هذا الشكل تعبر على مواطنة راقية، وأنا أضم صوتي وأنخرط هذه العملية، لأنه أحسن طريقة للرد على السلطة التنفيذية وعلى التاجر أنه تجاوزت حدودك بطريقة حضارية سلسة تعبر على وعي سياسي وحس مدني راقي. مؤقتا وردع باش الناس تولي المعقول، المنتجين والمفبركين والخلطة هذه باش يرجعوا للربح معقول يجوز. إذا استمرت الحالة وكل شيء دفع فايت، معناه باللي ما غاديش تبقى نعاودوا نرجعوا نجيبوا السيارات من الخارج. واعتبر يوسف نباش ممثل وكالات السيارات متعددة الخدمات أن حملة المقاطعة ورقة ضغط لمراجعة أسعار السيارات. سي لا بانيك جينيرال، والشعب يلزم يستنى تكمل الحملة إن شاء الله. والحملة هذه الشعب هذا راه بدوك يومين راهم الناس يزيدوا، وراهم الناس يقول لك يا خويا ما نشريش، نقاردي القديمة تاعي، ما نشري، نصبر ما نشريش، خليها تصدى. عندهم الحق، إذا إبا ما نشريهاش نخليها لك ليك أنت، وتهبط السومة درع، تهبطها درع السومة حتى تدخل في الصف. يأتي هذا في الوقت الذي تتحاشى فيه وكالات السيارات تقديم توضيحات حول الأسعار النهائية للسيارات.